حرز با 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 جول. أنتم الآن في قناة شمسو ألبو التي تأتيكم بكل جديد وحصري. بغداد جول. هو جزائري أو حتى ليكن عربيا وعالميا. بالنسبة إليه بالنظر إلى الثنائية العديدة وضربة الانطلاقة في هذه الأثناء لصالح المولودية. المولودية تبقى لعدوش. عدوش وسعة خطيرة والدفاع الدخل الخطيرة لدرجة أول أخطر تسديدة للمولودية مساوي للخطير بن علجية. بن علجية يراوغ الكرة يراوغ يمر فرصة خطيرة للمولودية وجانب لبوداوي خطيرة صعبة فوق العرض الأفقية. كنت أقول صعبة لأن يفضل بندبكا بورديم. الحل موجود مع بن علجي وحشود. حشود يسدد. سدد حشود الطريق. كان مفرد فعل من جانب أتلتيك بارادو. التوزيع فرصة كبيرة لأتلتيك بارادو. رد فعل يا ابني عيجي بالطريقة. هل رجل اللي يرفعنا وانا نظن سي لو طارطون وعلى ما وكذلك يعني الكره كانت قوه بوداوي. فرصه كبيره لاتلتيك بارادو بموالي وعوده بوداوي ايضا. كره خطيره ماذا حدث لولي الدرارجة؟ هل تأثمن عشود؟ ماذا سيرسل عشود؟ ارسل توزيعة سهلة للحارس. دي كان بامكانه أن يمر الكرة ونفذت الركنية توزع من عدوش. لم تمر لكنها تعود إلى من؟ إلى وليد درارجة من هناك. خطيرة مباركو مبارك الهدف يدرس. شوف وليد درارجة قلت دائما يبقى العقل المدبر اختار فوق راسه وحتى جيد. خطيرة لابن عياد الذي يسدد وإلى ضربة مرمى. السويبة العودة إلى بندبكا. بندبكا يبحث عن التسديد يسدد بقوة فوق العرض الأفقية. عفوا هو بوداوي منفذ الركنية. كيف سينفذ في القائمة الثانية؟ لا أحد في المتابعة. في نهاية المطاف شعال في اتحاد البوليدة سابقا. هل سيقدم الإضافة اللازمة للمولودية هذا الموسم؟ هي ثلاثة لصالح واحدة لصالح مولودية. نفذ المخالفة أرضية وجانبية. يعني ربما كان شوف في ضبوي بعيد. ركنية لم تأتي بالجديد. الخطر لا زال قادم. أعاد الكرة إلى منطقة العملية حشود. لا زال الصراع لوائي. حشود ينتظر الكرة في الجهة اليمنى. الصراع والخطأ بعد ذلك. خطأ قبل أن تأتي بوشينا في تشتيت الكرة. وبعد ذلك تأتي هذه الهجمة المعاكسة السريعة لبن عياد. شعل كاد أن يرتكب الخطأ وبعد جهة كما ينبغي. شوف كانت في يد الحارس وما في كانتش القوة باللازمة اللي باش تقدر تخد تتنفذ الكرة الثابتة ولكن في خطأ قوية وأبطى وتصطدم بالجدار. هو بن عياد والدفاع يستميت وتمر بسلام. تمر بسلام على دفاع المولودية. يتحرر انصار فوق المدرجات وتتحول الى هجمة معاكسة. انيونغ يضيعها ويخلي سوسبنس متواصل في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة. بوزوك يقدم هذه الكرة. الخطورة من جانب اتلتيك. بارادو مع بوابتو العودة والتوزيع وسهل بين احضان.